عايزين تأثيرها عليك. لو عندي حكم هو يتحمل يعني الجزء الأكبر مسؤولية، لأن هو المرشد يعني. في جماعة تؤمن بالسمع والطاعة. وبالتالي أنت عارف لو كانت الجماعة هي جماعة ديمقراطية وارتكبت جرائم ويتحمل نصيبه من المسؤولية. باعتباره راجل منتخب، باعتباره عنده مسؤولية محدودة، لكن ده عنده المسؤولية الكاملة. فكل ما تقترفه الجماعة من جرائم منذ وصلت إلى السلطة حتى نزولها السلطة وبعد نزولها من السلطة، أنا بتصور هذا الرجل لابد أن يحاكم على كل كبيرة وصغيرة، على كل دم شهيد من ناسه يتحاكم، وعلى كل قطرة دم نزلت، وعلى كل اقتصاد تأخر، وعلى كل عدم نمو حصل لهذا المجتمع يتحمله هذا الرجل بدرجة كبيرة. أنت متصور يا خالد أنه هو قال لك قتلك؟